بتحب القرايه؟ انا بحب اقرا، مع اني ما يبانش عليا بس انا بحب اقرا يعني. طب ايه اكتر كتاب مثلا عجبك في اللي قريته؟ ما بقراش كتب. تقرا ايه؟ اي حاجه، مش شرط كتب يعني. طب قول لنا حاجه مثلا يعني، لو قريت مقال عجبك. نزل او حاجه او بتاع. في كتاب قريته يعني، ابتديت فيه من فتره، اسمه البحث عن الذات. البحث عن الذات. بس فابتديت اقرا فيه يعني. ايه اكتر حاجه شدتك في الكتاب؟ والله هو رشحولي يعني، حد رشحولي وكده، فقال لي كويس اقراه وكده. في ان انت تعرف تتعامل ازاي مع الناس اللي حواليك، في ان انت تعرف ازاي تتحكم في شخصيتك وفي نفسك، وفي الايجابيات والسلبيات، المواقف الصعبه، المواقف فالواحد لو في وقت بيحب يقرا يعني. شايف نفسك اتغيرت عن قبل كده؟ يعني دلوقتي بقيت شخصية مختلفة أكتر؟ لا، بس دايما بما ان الناس بتحكم عليك من خلال الكاميرا، فانت بتحاول تبقى قدام الكاميرا اهدى شويه. بس يعني انت بس اتغيرت قدام الكاميرا عشان الناس ما تحكمش عليك؟ لا يعني، بتقدر تفصل وقت يعني الهزار، زي ما بقول لك بنعرف نهزر كويس بينا وبين بعض مع نفسنا، ولان دايما الناس بتاخد بالظاهر، انت على طول بتهزر او بتضحك، انت في فتره يقول لك انت مش مركز، انت مش عارف ايه، لكن هو مش حدش عارف حاجه يعني. احنا جوه مختلفين خالص، في التمرين، في الاوضه، في الماتشات، فبنحاول نفصل بس.